كذلك من الأمور المباحة المباشرة والقبلة للصائم لزوجته، هذا أيضا من الأمور المباحة، بشرط أن يكون المباشر لأهله والمقبل لزوجه متحكما في نفسه مالكا لإربه. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وفي رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي لحاجته أو لغير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حرج إذا أراد الموظف مثلا أو الأخ من إخواننا أن يخرج إلى عمله أو إلى وظيفته وامرأته تصلي تسلم عليه وتصافحه قبل أن يخرج وقبلها من رأسها أو من خديها، فلا حرج عليه إن شاء الله، حتى ولو قبلها من فمها لا حرج، إذا كان بيحصل يعني في الأوقات العادية، اللهم استرنا يا رب، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وهذا ليفسد الصيام.